دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى المنطقة الاستثمارية الصناعية في بنها. هنزور مصنع كيتو ليشس، ده أول مصنع في مصر يتخصص في تصنيع منتجات نظام الكيتو الغذائي. أسسه مهندس مدني اسمه كرم حنا وصديق عمره المحاسب محمد علام، الاتنين كانوا بيعانوا من السمنة، لكن النهاردة بنظام الكيتو بقى وزنهم مثالي بنسبة 100%. خليكم معانا. أخيراً مصر بقى فيها مصنع متخصص في تصنيع المنتجات الغذائية الخاصة بنظام الكيتو الغذائي العالمي اللي ساعد ملايين البشر على مستوى العالم في الوصول للوزن المثالي والعودة للحياة مرة تانية. المصنع اسمه كيتو ليشز وأسسه الأصدقاء المهندس المدني كرم حنا والمحاسب محمد علام، ونجحوا في تقديم 14 منتج لكل الأفراد اللي بيطبقوا نظام الكيتو الغذائي العالمي، يعني بيتوقفوا تماماً عن تناول أي مأكولات فيها كربوهيدرات زي المكرونة والرز وخبز القمح والحلويات وغيرها، وبيستبدلوها بالأغذية الغنية بالدهون، حمية غذائية سهلة جداً ولكن تطبيقها بالغ الصعوبة في مصر لأن من الصعب تلاقي البديل المناسب. والطريف جدا ان المهندس المدني كرم حنا والمحاسب محمد علام اللي صداقتهم بتمتد ل 25 سنه كانوا بيعانوا من السمنه ونجحوا في الوصول للوزن المثالي ليهم عن طريق نظام الكيتو الغذائي، وطبعا كان الالتزام بيه في خارج مصر سهل جدا لتوافر منتجات الكيتو الغذائيه في مختلف دول العالم اللي كانوا بيشتغلوا فيها، لكن الالتزام بيه في مصر حرفياً كان شبه مستحيل لأنهم ما كانوش بيلاقوا خامات تصنيع منتجات الكيتو. من هنا جات لهم فكرة إنشاء مصنع كيتو ليشز لتصنيع منتجات الكيتو في المنطقة الاستثمارية في بنها، وده موضوع مش سهل لأن أي منتج كيتو بيحتوي على خامات كتير جداً ممكن توصل لعشرين خامة لتصنيع عبوة من منتج واحد. وأخيراً ظهرت المنتجات في السوق المحلي، ومنها الترمس المقشر الحار والترمس الاسبريد بالزيتون والليمون والتوم والشوكولاتة كيتو تيلا، بالإضافة لأربع خلطات للكيك الشوكولاتة والخبز التوست والبيتزا ودقيق الترمس والبان كيك ودقيق جوز الهند، واستخلصوا الجلوتين بجودة عالية واستقبلها السوق المحلي بصورة رائعة، ويكفي انهم موجودين النهاردة في كل السلاسل التجارية الكبرى. تعالوا نقابل المهندس المدني كرم حنا الرئيس التنفيذي لشركة كيتو ليشز في مصنعهم بالمنطقة الاستثمارية في بنها. بتقدم منتج جديد تماما على السوق المحلي، منتجات الكيتو. خلينا نبدأ من المصنع هنا، بدأ إزاي؟ عملت المنتجات دي إزاي؟ الكم الهائل ده من الخامات جبته منين؟ إحنا مشكلتنا دايماً في الخامات، صح ولا لأ؟ مظبوط. احكي لي. أول حاجة طبعاً المصنع ده بدأته في شهر 10/21. أنت حضرتك مهندس مدني؟ أنا مهندس صح مدني. صح كده؟ لفيت العالم واشتغلت في أكبر شركات العالم. 25 سنة برا مصر. تمام. تعلمت حاجات كتيرة برا. وجاي افيد بلدي هنا وجاي اعمل حاجه جديده في مصر. القصه بدات ازاي معاك في موضوع الكيتو ده؟ واشمعنى الكيتو؟ القصه بدات معايا انا ذات نفسي كان وزني 120 كيلو. فجيت في شهر يناير 2020 وكانت وقت الكورونا. وكنت في دوله خليجيه. فكنت قاعد مش لاقي حاجه اعملها غير ان انا ممكن اعمل رجيم الكيتو. عملته في خلال 4 شهور 5 شهور خسيت 40 كيلو من 120 بقيت 80. المشكله كانت بتقابلني إن لما بفتح اليوتيوب وأدور على وصفات أعملها تنفع مع الكيتو كان بيطلبوا ألاقي مواد خام ما تلاقيهاش في السوق. فكانت أول فكرة بالنسبة لي إن أنا أنزل مصر وأفتح مصنع أعبي المواد الخام دي في كياس وحطها على الرف في السوبر ماركت عشان تساعد الناس تعمل وصفات كيتو. وبعدين تطورت الفكرة. لأ عملت ده فعلا؟
يعني ما نزلت مصر هنا؟ لا عملت المصنع بس الفكرة تطورتها ان انا بعد بدل ما اعمل مواد خام احطها في اكياس وبيعها على الرف، ان انا اعمل خلطات جاهزة تساعد الناس ان يا دوبك ست البيت تاخد الكيس تحط عليه شوية مية وبيضتين وتخبزه في الفرن، يطلع معها بيتزا، كيكة شوكولاتة، خبز توست، بانكيك، منتجاتنا خالية من الجلوتين كمان فبتنفع لمرضى حساسية الجلوتين، منتجاتنا منخفضة الكربوهيدرات بتنفع لكل أنواع الحميات الغذائية، إذا كنت متابع كيتو أو حتى لو كارب بتنفع للاتنين. ودي كانت الفكرة ونزلت ونفذتها. ما تحاول كده تفهمنا كده نبذة، يعني إيه كيتو ويعني إيه لو كارب؟ الكيتو عايز إيه واللو كارب ده عبارة عن إيه؟ الكيتو هو الامتناع تماما عن الكربوهيدرات تماما ومفهوش تقليل الحاجات لما تمنع الكربوهيدرات تماما وتزود الدهون في الأكل والدهون الصحية. هو يعني العقل بيتقبل ده بصعوبة. مظبوط. يعني ايه اكل زبدة؟ يعني ايه اكل سمنة؟ سمنة بلدي وزبدة وزيت زيتون وزيت جوز هند. وزني يخس؟ بتخس جدا جدا. مش كان زمان بيقول لك انا جدي كان بيشرب السمنة؟ ايوه طبعا. طب وبعدين هو جدك كان حلو وصحته كويسه وكان وشه منور وقد كده وكان وشه منور قد كده جميعا. هو ده الكيتو ويدي الصحة للي عايشين. الكيتو بيرجع الناس الطبيعة اللي خلقها علينا ربنا. يعني لحمة في زبدة متحمرة أو في سمنة بلدي كلها ما تخافش، كلها ما تخافش، ده كيتو أصلي، ده كيتو صرف. يعني نرجع تاني، لما بدأت المصنع ده كان سهل ولا صعب إجراءات إنك تاخد مصنع في المنطقة الاستثمارية؟ لا الحقيقة هيئة الاستثمار مسهلتنا حاجات كتير جدا. يعني إحنا يعني فرصنا في إن إحنا ننشئ مصنع ونخلص إجراءاته بأسرع ممكن، وأنا بشكر الأستاذ أحمد كمال على المجهود اللي بذله معانا كهيئة الاستثمار. طبعا الحمد لله انجزنا المصنع وطلعنا بيه. بيسهل لك تراخيصك، بيسهل وجودك في المنطقه الاستثماريه، بيدونا تراخيص بنشتغل بيها بتطلع من رئاسه مجلس الوزراء. خلينا برضو ما نقولش للحياه ورديه، التحديات اللي واجهتنا هنا دي حاجات كتيره جدا. زي التمويلات ده حد كبير، مع ان عندك مبادره كبيره جدا من البنك المركزي بدا من 5% للمشروعات اللي زي حضرتك. معرفش ازاي ما استفدتش بيها لغايه النهارده. بتبقى في اجراءات صعبه شويه. تمويل ايجاد المواد الخام، ايجاد المواد الخام وسعر متقلب في السوق، ده تاني تحدي بنقابله. كم في المية منها مكون محلي وكم في المية بستورده من بره؟ تقدر تقول ان 90% من المواد اللي بنستعملها كلها مستوردة، لان احنا منتجاتنا كلها داخل فيها دقيق لوز، دقيق جوز هند، دقيق ترمس، والترمس بتاعنا اللي هو الترمس الحلو مش البلدي اللي هو المر. واحنا اول ناس ندخل كونسبت الترمس الدقيق، نعمل دقيق ترمس اللي بيساعد مرضى السكر. مرضى السكر هو بيساعدهم كتير جدا. النزول في السوق المحلي والهايبرز برضو بضمن التحديات اللي بتقابلنا. عدينا بالاستثمار ونجحنا في إنشاء المصنع، مراحل المنتج اتعملت إزاي عشان تطلع النهاردة؟ أنت عندك كم منتج النهاردة؟ أنا النهاردة عندي 7 منتجات في المخبوزات، وعندي 6 منتجات في الترمس نفسه، وعندي منتج شوكولاتة. يعني عندك 14 منتج النهاردة كلها تصب في اتجاه الكيتو. مزبوط. كل الناس اللي بتتبع أنظمة الكيتو النهاردة ليكوا حل موجود وقريب منك جدا، والكيتو وأي حمية غذائية، لأن أنا اعتمادي الأساس على تقليل الكربوهيدرات. طب ألاقي منتجاتك فين؟ الأبوة الحلوة أول اللي أنت عاملها دي ألاقيها فين؟ هتلاقيها في كل معظم هايبرات مصر، سعودي، هيلسان تيستي، أوسكار، رويال هاوس، محمود الفار، خان الحسين، سرايا ماركت. كيتو ليشس كلها موجودة. كلها موجودة. أبو الأونلاين أخباره إيه معاك؟ الأونلاين على أمازون وجوميا ونون وعلى الويب سايت بتاعنا إحنا كمان. اللي هو سهل، أتصل بالتليفون تبعت لي اللي أنا عايزه لغاية البيت. لغاية البيت. صح كده؟ مظبوط. أسعارنا إيه؟ أسعارنا في المتوسط. يعني أقدر أجيبها؟ إحنا غاليين قوي ولا إحنا رخاص طبعًا. يعني المخبوزات دي مثلًا على سبيل المثال، أنا شايف كيس جواه حاجة زي الدقيق. مظبوط. دي عبارة عن تركيبة من مكونات كم منتج جوا الكيس ده؟ في حوالي 17 ingredients، 17 خامة جوه المنتج بنسب لغاية لما تطلع معاك المنتج النهائي. ما على ست البيت انها تاخد الكيس ده كله هتعمل بيه، يعمل معاها 2 كيكة كبار، يدوبك تحط عليه بيض ومية وتحطه في الفرن بقى كيكة. كيكة كيتو؟ كيكة كيتو. ايه الحلاوة دي؟ منخفضة الكربوهيدرات. في حاجة خبز؟ يعني اقدر اعمل توست خبز او ايش؟ تعمل خبز توست، وفي بيتزا، وفي بانكيك. اكل بيتزا واخس؟ طب والاضافات اللي عليها ما احط ايه؟ احط جبنه موتزاريلا، احط سلامي، كل الحاجات دي تبع الكيتو. في الكيتو تبعه. مفيش مشكله فيها. طيب انا عايز الفت نظرك لحاجه مهمه جدا، ان اطفالنا واولادنا المصابين بمرض التوحد تحديدا، او اللي بيشتكوا من بعض الامراض الذهنيه، مهم جدا بالنسبه لهم اي منتج يبقى خالي من الجلوتين. مظبوط.
طيب هل المنتجات دي عاملينها بكثرة؟ عندنا أطفال كتير جدا محتاجين المنتجات دي. مظبوط. نضطر نستوردها من الخارج. أنت متخيل أنا أعرف ناس بجيبها من ألمانيا. مظبوط. عشان يحافظ على ابنه على صحته. عايز أحكي معلومة تاريخية. إن الكيتو تم اكتشافه سنة 1920 يعني من 104 سنة. ياه. وكان عشان بيساعد على علاج مرضى التوحد. واكتشفوا معاه إن هو بيخفض الوزن وبيظبط الصحة وبيعمل حاجات تانية كمان معاه. المنافس لمنتجات حضرتك للكيتو لمنتجات الكيتو منتج عالمي جاي مصر هنا موجود ولا منافس محلي؟ شايفين شركات محلية بتحاول تعمل حاجة للكيتو؟ منتجات المنافس المحلي اللي بيعمل حاجة كيتو بيعمل منتجات جاهزة، بس للأسف في بعض منهم بيحطوا جلوتين عليه فما بيقدرش يشتغل ماس برودكشن، يعني ما بيقدرش يشتغل ويغطي مصر كلها. لكن أنا بقدر أعمل منتج يغطي مصر كلها لأن المنتج بتاعه صلاحيته سنتين، ممكن تلاقيه على الرف في أي سوبر ماركت في مصر، هتاخديه ست البيت هتاخده وتروح بيه البيت، تركنه على الرف عندها شوية كمان لو عايزة، تحط شوية مية وبطين وتشتغل، شوية مية وبطين وعليه شوية سمنة أو زبدة عشان يبقى كيتو كمان. عايز أفهم حاجة برضو، اللوجو بتاعك كيتو ليشس. كيتو ليشس مظبوط. في نص كلمة كيتو في أفوكادو. مظبوط. وفي ليشس في بيض. قصد إيه؟ أكتر اتنين صديق للكيتو هو الأفوكادو والبيض. الأفوكادو مصدر جيد جدا للدهون الصحية، والبيض مصدر جيد جدا للبروتين والدهون الصحية برضو اللي هي الدهون الحيوانية. طب باشمهندس كرم حنا، خليني أقول حاجة للناس، أنا دورت عليك، معرفتي بيك كانت من خلال بعض الناس اللي شفتهم بيتكلموا على منتجك في السوبر ماركت. مظبوط. وانت مش عامل لهم فلوس ولا دافع لهم ولا الكلام الفاضي ده، دي ناس نجوم مشاهير دخلوا المكان السوبر ماركت لقوا منتجك عجبهم الفكره. يا جماعه ده في حاجات للكيتو، وكلموا جوه السوبر ماركت. انا شفت الفيديو ده، انت الجمهور نفسه استقبل المنتج ده ازاي؟ عايز اعرف. انا عايز اقول لك بتجيلي تعليقات اونلاين المستهلكين. الناس فرحانه جدا، ناس مبسوطه من المنتج بتاعي. امهات كتيره جدا كان عندها اطفالها عندهم مشاكل ما بين حساسيات جلوتين او ما بين مشاكل صحيه عموما، مشاكل صحيه عموما، لقوا المنتج بتاعي ساعدهم، قلل المجهود بتاعهم، بتخلي كل واحده ام من دول عندها الكيس ده في البيت، او ما بترجع البيت من شغلها بتروح مطلعاه خلطه بشويه ميه وشويه بيض وتحطها في الفرن وطلع معاها اللي هي عايزاه، وبتاكل عيالها حاجات كويسه وصحيه جدا. يعني حركه المبيعات عايز اوصل لها، مشجعاك خليك تكمل تفكر في منتجات جديدة. أنا بطلع منتجات جديدة. حركة المبيعات لسه عشان البراند بتاعنا لسه ما تشهرش قوي في مصر، وإن شاء الله إحنا شغالين على الموضوع دون. إن شاء الله لما مصر كلها تعرف يعني إيه كيتوليشيس ويعني إيه منتجاتنا. وكنت من ضمن التحديات اللي عايز أقولها إن إحنا بنهتم جدا بالجودة عندنا، بالكواليتي بتاعتنا، بنجيب أحسن الخامات في السوق، وده اللي بيخلينا سعرنا مش عارفين ننافس بيه. طيب خليني برضو أتنيل معاك لنقطة تانية. لما هتابع معاك نظام الكيتو، المنتجات دي متوفرة زي ما قلت لي في كل السلاسل التجارية. مظبوط. صح. بالنسبة بقى للناس اللي في الدول العربية، بدأنا تصدير ولا لا؟ بدأنا تصدير، طلعنا الحمد لله منتجاتنا موجودة في دولة قطر، موجودة في كل سوبر ماركت قطر، وإن شاء الله احنا شغالين هنطلع الإمارات وهنطلع الكويت قريب جدا، وهم مستنيين منتجاتنا. يعني السعودية فين؟ وان شاء الله السعوديه اكبر الاسواق لينا للصناعات الغذائيه. اكيد طبعا ان شاء الله السعوديه يعني هيرحبوا جدا بمنتج زي ده. اكيد. احنا في الوطن العربي مشكلتنا ايه؟ زياده الوزن. انت راجل بتدينا منتج هايل جدا، صح؟ امنع الكربوهيدرات. هسألك السؤال برضو المهم جدا، مرجعيتك العلميه ايه في كل حاجه بتعملها؟ انت بتحط خامات على بعض، في مواصفات دوليه بنمشي عليها، الكودكس احنا بنمشي عليه، لان هو الكودكس هو مرجع بتاع كل المواصفات الغذائيه في العالم. عندنا بحث وتطوير بحيث ان هو يطور من المنتج ويخليه احسن واحسن واحسن كل مره. اخبارنا ايه مع الهيئه القوميه لسلامه الغذاء؟ عايز احنا طبعا مسجلين في الهيئه القوميه لسلامه الغذاء، بيجولنا اشراف على طول. يعني انت موجود في القائمه البيضاء لسلامه الغذاء في مصر؟ لا احنا لسه ما دخلناش قائمه بيضاء، بس احنا على اعتاب دخول القائمه البيضاء. طيب مشكلتنا النهارده في ايه؟ انا عايز افهم في التمويل لهذا المصنع، تشغيل ولا معدات ولا ايه بالظبط؟ الاثنين، تشغيل ومعدات. لما بيجي لنا طلب تصدير لدوله تبقى بيبقى كونتينر كبير من 20 قدم و40 قدم، بيكلف جامد لغايه لما يخلص، فده مشكلتنا تمويل فيه. تعالوا بقى نقابل المحاسب محمد علام، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمصنع كيتو ليشز، وهيشرح لحضراتكم مكونات منتجات الكيتو اللي نجحوا في تصنيعها. ركزوا معاه. عايزين نتعرف على المنتجات كلها من خلالك، ولكن فهمني الأول ليه أنت وصديق عمرك كرم حنا فكرتوا في هذا الأمر؟ عايز بدماغك أنت تشرح لنا. والله الفكرة جت طبعا أن احنا مشاكل الناس كلها تقريبا رايحة في الوزن الزايد،
والفكرة جت أصلاً وقت كورونا، كانت كل الناس لما تروح لأي دكتور يقول لك أنت ومناعتك، مناعتك كويسة طبيعي المناعة بتبوظ نتيجة زيادة الوزن. فأهم شيء النهاردة أن أنت لازم تنزل وزنك عشان خاطر كل أجهزة جسمك تبقى مظبوطة. فمن هنا جت الفكرة أن احنا النهاردة لازم نبتدي نشتغل على التغذية العلاجية. أول منتج عملته كان إيه؟ شاول لي عليه من هنا. أول منتج لسه هندوق ولسه إحنا أول حاجة كان اللي تشالنج بالنسبة لنا إن إحنا عايزين نعمل حاجة فعلا أنا مؤمن بها جدا لأن فوائدها الصحية عالية جدا، كانت هي دي الترمس. ليه بقى؟ دي الترمس أوريدي بيحتوي من 35-40% منه بروتين، وفي نفس الوقت بمساعد جدا لمرضى السكر. أكتر حاجة معروفة في استخدامات الكيتو اللي هو دي اللوز كويس ودي جوز الهند. طيب أنا لو عملت منتجات أو خلطات بس بدي اللوز أو دي جوز الهند فقط، يبقى أنا كده خدت النيوتريشن بتاعت اللوز فقط أو جوز الهند فقط. فإحنا كانت الفكرة بالنسبة لي إن إحنا عايزين نعمل حاجة تبقى بدل ما حضرتك مثلا بتاكل، الطبيعي إن إحنا لما تيجي تقول عايز أكل بيتزاية كويس، معروف ان البيتزا انت بتاكلها من هنا نسبه الكربوهيدرات فيها عاليه جدا وبتاكل وبتحس بتخمه ما بتبقاش قادر تكمل. فقلنا لا، احنا نعمل حاجه تبقى الخلطه فيها كل، يعني هل حركة ممكن تتوقع تاكل كيكه شوكولاته فيها بروتين؟ ده شيء صعب جدا اخي بال حضرتك. لا، كيكه الشوكولاته فيها بروتين لان هي من ضمن محتوياتها الترمس، خليط كيكه الشوكولاته الكيتو بالظبط، دي مكونه من دي لوز. اكل الكل دي وما تخنش؟ اصلا هو في حاجه تانية، حضرتك مش تقدر تاكل كل دي. تمام، انت انا بتكلم على القطعه الكيكه الفظيعه دي مش هتقدر برضو تكملها، ان هو بيديك قدره جامده جدا على الاشباع لان هو عباره عن دهون صحيه كويس جايه من دي اللوز وجايه من دي جوز الهند، وفي نفس الوقت كمان في بروتين. فالحاجات دي ما بتاكلش كتير، انت وانس انت بتاكل وان سلايس خلاص بتحس ان انت بالاشباع عالي جدا. وفي نفس الوقت برضو عاملين حاجه تانية، احنا الوحيدين في مصر اللي بنبيع الجلوتين لوحده، بحيث لو واحد ما عندهوش حساسيه جلوتين يقدر يستخدم الجلوتين مع الخلطات بتاعتنا. عايز اعرف حاجه، بانكيك كيتو؟ طبعا، وكمان عشان تاكل بانكيك كيتو صح، احنا كمان عملنا لك شوكولاته كيتو تيلا. وانا ممكن ادوق الشوكولاته؟ طبعا دي حضرتك مكونه من زيت اللوز وزيت جوز هند. شوكولاته معموله بزيت لوز وزيت جوز هند. حلو قوي، طعم البندق واضح جدا، بس فيها سكر. سكر ايه في الكيتو؟ احنا بنستخدم السكر ريسيترول وستيفيا. ادي منتج للناس اللي عايزه تزرع ستيفيا، ادي منتج ستيفيا اتقنى عندنا، بس حلو قوي 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 كمان. دي شهاده نعتز بيها. لا حلو فعلا، انا مش حاسس ان انا كيتو، انا كده باكل عادي جدا. كده انت تاكل عادي ما عندكش مشكله خالص. طب عندك اللي اعمل بيه توست بقى؟ توست طبعا عندنا خلطه الخبز الكيتو لو بين عن القمح، ده جلوتين فري برضو. ايه حكايتك مع الترمس؟ الترمس زي ما قلت لحضرتك صعب ان احنا نشوفه في مصر هنا على السلطه، لان قشره الترمس بتبقى تخينه شويه وصعب طبعا انت تاكل سلطه تقشر الترمس وانت بتاكل، فصعب. لا، ما احنا قلنا بقى بننتزع القشر مقشرينه. طيب ليه ما نستغلهوش ان احنا يبقى عنصر اساسي في السلطه بتاعتنا نظرا للفوائد الغذائيه بتاعته؟ فاحنا عاملين الترمس ان هو يبقى دلوقتي سهل ان انت تستخدمه على السلطه، وفي نفس الوقت كمان عاملين ترمس ديبنج بحيث ان انت زيه زي سلطه الطحينه. النهارده عندكم مثلا حوالي 14 منتج ما شاء الله، ولسه كمان في منتجات بتفكروا فيها. اكيد طبعا. هتوصلوا لايه؟ بتفكروا في ايه؟ رايحين لفين؟ والله بص، احنا بنحاول كل ما هو موجود على الشلف في السوبر ماركت مش صحي هنخليه صحي. النهارده منتجات كيتو ليشز اللي بيصنعها المهندس المدني كرم حنا والمحاسب محمد علام موجوده في 10 سلاسل تجاريه على الاقل، زي سعودي ومحمود الفار وأسواق فتح الله ورويال هاوس وسرايا ماركت وسيف مارت وغيرها، وصدروا قطر وفي مفاوضات لتصدير منتجاتهم للكويت والإمارات. المنتج اللي بيوفر للناس احتياجاتها من الأغذية الصحية لازم ينجح. تشاهدونا بعد قليل. فيها خدمات لذوي الهمم. طيب يا فندم.
دي هايله. كمان المكنه نفسها فيها وانس حضرتك حاطط فيها السماعه بتفهم على طول ان انت عايز خدمه برايل، بتفعل لك خدمه برايل لاهلنا برضو اللي ما بيقدروش يستخدموا المكنه غير بطريقه برايل.